السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، مزيانين صحيحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندير معكم البغرير، الطريقه ديالي. عندي جوج كيسان ديال سميدات الحرشه، عندي هنايا كاس ديال الطحين فورص، عندي هنا معلقه ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنا واحد الشاصيه ديال 7 غرام، معلقة سنيدة حبيبات، وعندي معلقة ديال الملحة. عندي هنا الماء، 3 كيسان ديال الماء، ديك الساعة على حسب الطحين إلا خاصنا عاد ديك الساعة نزيد له. أنا استعملت هنا ندير 3 الكيسان حتى نشوف الخليط ديالي شحال غادي يهز. خليكم مع الطريقة. هنا غادي ندير السميدة، 2 كيسان ديال العنبة باش عبرت، غادي ندير الطحين، هنا كلشي مغربل، غادي ندير سنيدة، مليحة، هاديك الخمارة 7 غرام، ركبنا واشف. نحرك هاد النواشف. هاد الطريقه ديال البغرير راه دغيا كيوجد معاكم، يعني ما كيحتاجش تخليوه يختمر ولا يضيع شويه ديال الوقت ليكم. بالنسبه لرمضان يعني كتكون بزاف ديال الحوايج كيتقضاو، هذا سريع ما كيشيش الوقت دغيا. غادي نضيف ديك الخميره، معلقه الخميره اللي ديجا درتها شويه ديال الماء دافي باش تلقات. صافي، هنا غادي نضيف دوك 3 الكيسان ديال كؤوس الماء دافي، ديك الساعة غادي نخلط ونشوف شنو. نخلط، المهم هنا باقا عندي شوية ثقيلة، كتعرف السميدة راه كتشرب، لهذا غادي نضيف عاوتاني الماء، نزيد الماء. هاد المرحلة هادي تدالي 3.5، نتوما على حسب الطحين ديالكم، يقدر يديركم 3، يقدر يديركم 3.5. أنا في هاد المرحلة هادي دالي 3. دابا ندوزو للطريقة، غادي نضربو في الكاس الكهربائي. دابا غادي نديرو في الكاس، غادي نطحنو شوية حتى الخليط يتخلط مزيان. صافي، هنا من بعد ما طررت الخليط غادي نضيفه في هذا البول هذا. صافي، مباشره غادي نطيبه. خليكم كالقوام، كيفاش كيجي ما خفيف ما ثقيل. صافي، دابا غادي ندوز مباشره غادي نطيبه. صافي، من بعد ما خلط الخليط دابا درت المقله ديالي تسخن، ها هي سخنات، وغادي نغسلها بالماء بارد، عاد غادي نصب فيها داك الخليط. صافي، هنا من بعد ما صبيت الخليط ها هي كطيب عندي هنايا البغريره. شتي كيفاش كيجي؟ راه تيجي رائع دغيا، كيوجد في دقيقه دغيا كيتعطي. صافي، هنا درت الثانيه، زولت الاولى ودرت الثانيه، نبقاو غادي على هذه الطريقه حتى نسالي. صدقوني البنات راه كيجي رائع ودغيا كيبجد، مكيتعطلش، مكياخدش الوقت بزاف. ها الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا، شوفو كيفاش كيجي البنات، كيجي خفيف ومثقب.
انا هنا درت عسيله، نتوما غادي ترافقوا باش ما بغيتو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساوش تعملوا لي لايك، وما تنساوش تبارطاجيو وتعملوا ابوني. والسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.